وللمزيد حول استمرار قصف طائرات جيش الاحتلال الصهيوني للميليشيات الموالية لإيران والمساندة للنظام السوري داخل الأراضي التي يسيطر عليها الأخير، ينضم إلينا أديب العلاوي الخبير العسكري السوري عبر الهاتف من الريحانية. أهلا بك معنا سيد العلاوي. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد علاوي. يعني منذ يومين قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مواقع في ريف دمشق والقنيطرة، واليوم أيضا استهدفت البادية في مدينة البوكمال. يعني بداية، ما هو التفسير لتزايد وتيرة القصف الصهيوني على الأراضي التي يسيطر عليها النظام؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة دعني أقول أن يعني في عام 2020 نفذت إسرائيل أكثر من 36 ضربة إسرائيلية استهدفت مواقع لإيران ومواقع بعض المواقع للنظام التي تتمركز فيها أيضا ميليشيات إيرانية. هذه الضربات حقيقة متنوعة بين ريف دمشق والقنيطرة، إضافة إلى ذلك في المنطقة الشرقية في البوكمال. يعني الضربات الحقيقة تتركز على الميليشيات الإيرانية. المرجح أن يعني بعد فوز بايدن هناك محاولات من قبل الميليشيات الإيرانية لترميم الضربات. اعتقدت يعني إيران بأن يعني فوز بايدن هو نهاية لحقبة ترامب وبداية لحقبة جديدة التي تعتبر الحقبة الثالثة دعني أقول لأوباما، ويمكن أن يكون هناك يعني علاقات جيدة تعود العلاقات أو المياه إلى مجاريها بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى إضافة إلى ذلك الاتفاق النووي إلى كل ما هنالك. إيران اعتقدت بأن يعني الضغط الأمريكي انتهى، وبالتالي بدأت بترميم ما هدم وما تم قصفه سابقا، إضافة إلى حفر أنفاق جديدة إن كان في منطقة البوكمال وإن كان في ريف دمشق وإن كان في ترميم الغرفة الزجاجية قرب مطار دمشق الدولي إلى ما هنالك. وبالتالي أقول بأن هذا الطمع الإيراني والاعتقاد بأن الموضوع انتهى، هذه رسالة إلى إيران بأن الموضوع لم ينتهي من قبل إسرائيل. إضافة إلى ذلك هو رسالة إلى بايدن بأنه لا يمكن أن تسمح إسرائيل بأن يكون هناك إعادة لما قام به يعني دعني أقول الرئيس أوباما. نعم، يعني سيد علاوي، هنا السؤال، هل تأثير هذه الضربات عسكريا هو فعلا كبير، أم أنها لربما لا تعد كونها رسائل موجهة من الكيان الصهيوني إلى إيران عن طريق هذا القصف في الأراضي السورية؟ يا سيدي الكريم، نحن نعلم حق يعني حق نعرف حق المعرفة بأن إيران لم تدخل إلى سوريا إلا من أجل قتل الشعب السوري، وبضوء أخضر أمريكي وبضوء أخضر إسرائيلي أيضا. يعني إسرائيل من خلال هذه الضربات وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، الضربات التي توجه إلى إيران هي لقصف أجنحة إيران وليس إلى إنهاء وجودها. يعني تتفق إسرائيل وإيران على قتل الشعب السوري، ولكن يختلفون على الأسلوب. بمعنى آخر أن إسرائيل لا تريد أن تقترب إيران من حدودها، لكن أن تقتل الشعب السوري فلا مشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل. وبالتالي هي تهدف هذه الضربات لقصف وإضعاف إيران، ليس من أجل إخراج إيران. وإلا لو كان هناك جدية في يعني إخراج إيران من المنطقة لاستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من إخراجها من المنطقة، ولكن لن تدخل إيران إلى سوريا إلا بضوء أخضر أمريكي إسرائيلي. يعني في السابق كان هناك بين كل استهداف والآخر تطلق تصريحات من قبل إيران بأنها جاهزة للرد وسوف تدمر إسرائيل. يعني إذا كان المستهدف في هذا القصف الصهيوني هم هذه الميليشيات الموالية لإيران والمساندة بطبيعة الحال للنظام السوري، لماذا يغيب حتى أي تصريح، يعني ناهيك عن الفعل، أي تصريح يغيب عن أنها سترد؟ يا سيدي الكريم، هي لا تستطيع أن ترد. هي ترد الحقيقة، لكن ترد في إدلب، ترد على الشعب السوري. هي لا تستطيع أن ترد على القصف الإسرائيلي عليها. هي مهمتها أن تقتل الشعب السوري، وبالتالي هي تنفذ الأجندة الإسرائيلية، هي تنفذ الأجندة الأمريكية بقتل الشعب السوري. لكن أن ترد على إسرائيل، يعني تعجز أن ترد. يعني القوات الإيرانية المتواجدة في المنطقة
لها مهمة محددة وهي قتل الشعب السوري، وبالتالي كذب عندما تقول بأنها سوف ترد في السابق، وكذب عندما تقول الآن أنها سترد. ولكن الحقيقة أن ما سمعناه حتى من تصريحات حسن نصر الله وغيره بأنه سيرد، لن يردوا على ما قامت به إسرائيل، لأن مهمتهم وأجندتهم هي قتل الشعب السوري ليس إلا. جرى الحديث مؤخرا سيد علاوي برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران قبل نهاية ولايته، هذه الضربات هل تأتي بهذا السياق تمهيدا لشيء ما قادم؟ يعني أنا دعني أقول بأني أعتقد كوجهة نظر خاصة، لا أعتقد أن ترامب الآن يستطيع أن يقوم بضرب يعني ضربة إلى يوجه ضربة إلى إيران، لأن الوضع الدولي لا يسمح بذلك. إضافة إلى ذلك لم يعد لديه القرار الكامل في أن يقوم بتوجيه ضربة، لأنها ستخرط الأوراق وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى 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 يعني القيادة الولايات المتحدة الأمريكية، القيادة القادمة بقيادة الرئيس بايدن، لا أعتقد أنهم سيسمحون بخلط الأوراق بهذا الشكل وترك الباب مشرعا، لأن تقوم إيران أيضا إلى احتمال أن تقوم إيران بالرد بالصواريخ البعيدة التي هي الحقيقة مصدر إزعاج، يعني أقول لإسرائيل، وبالتالي لا يمكن أن يتم ضربة موجعة لإيران بهذا الشكل، أن تقوم من خلالها إيران بضربة باتجاه إسرائيل أو نعم. باتجاه حتى المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة. نعم، إذن الخبير العسكري السوري أديب العلاوي كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية، شكرا جزيلا لك.